السلام عليكم. النهارده يوم بالنسبه لي مش عادي. النهارده هقول لكم كل التفاصيل الخاصه بالاجتماع الخاص بحمايه المستهلك وممثلي التوكيلات والموزعين. من النهارده اقدر اقول لكم ما بقاش خلاص في اوفر برايس، مفيش حاجه اسمها اوفر برايس من النهارده. التفاصيل اللي هقولها لكم دي محدش يعرف عنها اي حاجه. اول حد هيتكلم عن التفاصيل دي الحمد لله والعبد لله اخوكم في الله شريف ياسر. طيب ايه القصة؟ الاجتماع ده قعد حوالي 5 ساعات. خلاصة الاجتماع قرارين. القرار الاولاني هنتكلم عن كل قرار لوحده. القرار الاولاني وهو تثبيت سعر السيارة مهما كان المكان اللي حضرتك هتتوجه ليه، لازم يكون سعر السيارة زي ما هو موجود في الوكيل، زي ما هو موجود عند الموزع، زي ما هو موجود عند اي حد. خلاص، ده رقم واحد. رقم اتنين وهو كل توكيل هيحط عمر افتراضي للعربية بتاعته. يعني مفيش حاجة دلوقتي اسمها العربية دي انا معرفش هتقعد معايا قد ايه، مفيش الكلام ده. طيب نتكلم في نقطة سريعا. تثبيت سعر العربية. دلوقتي الوكيل هو اللي بيجيب، هو اللي بيحدد سعر العربية بناء على ان هو بياخد فلوس من العميل ويبتدي يبعت يجيب العربيات، يعني بياخد حجوزات ويبتدي يجيب العربيات. طيب العربية خلاص موجودة في التوكيل، هتلاقوا سعرها ثابت، سعرها مثلا 100,000 جنيه، زي بالظبط سعرها عند الموزع 100,000 جنيه، وخلاص ما بقاش فيه اي اختلاف. الدايرة دي هتتم ازاي؟ دي مش قصتنا احنا كعملاء. يعني دلوقتي كان بيحصل ايه؟ برضو مش قصتنا. طيب في نقطة صغيرة اللي هو في دلوقتي عربيات موجودة عند بعض الموزعين والتجار بأسعار أغلى من سعر العربية في الوكيل، فلازم يبقى في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية دي وهي ان اللي عنده عربيات حاليا هيبيعها، والعربيات الجديدة فقط هي اللي هيكون عليها التسعير الجديد. طيب ممكن تيجي تقول لي طيب دلوقتي، طب ما ممكن اي تاجر دلوقتي يجيب عربيات ويقول العربيات دي بالتسعير القديم. لا، ما هو انت هتشتري منين؟ هتشتري من التوكيل، يبقى معاك فاتورة من التوكيل بتاريخ الشراء بالسعر اللي انت شاري بيه. في الحالة دي حضرتك مثلا شاري من الموزع بسعر اعلى مثلا 30,000-40,000 جنيه، هتبيع حضرتك العربية بالزيادة بتاعتها مفيش مشكلة. دي الفترة الانتقالية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو مجرد بس ما حضرتك هتبيع العربيات اللي هي اوريدي موجودة عندك، اللي هي اوريدي انت شاريها بفلوس ازيد من ثمنها، فبعد كده هتظبط على الاسعار الجديدة. طيب افترضنا ان حد معهوش فاتورة علشان كان بياخد مثلا العربية من موزع ومش عايز فاتورة علشان يلف مثلا يعمل تهرب ضريبي كده على حتة لفة كده على حتة شمال كده، البس يا باشا، لن يعترف بأي حاجة غير الفاتورة اللي جاية لحضرتك يا إما من الموزع المعتمد أو من التوكيل صاحب العلامة. خلاص؟ عشان الناس اللي كانت متخيلة إن اللحظة دي مش هتيجي، لا اللحظة دي لازم هتيجي طالما في ناس بتطالب بيها وطالما الناس كلها يعني حاطة أملها ومكملة ومستمرة في طلباتها، لان اخذ الحق ده محتاج مجهود كبير، وهو ده اللي وصلنا له دلوقتي. خلاص، يبقى السعر هيبقى ثابت في التوكيل، ثابت في الموزع، ثابت عند التاجر. حضرتك هتروح تشتري، ممكن بقى مثلا تروح عند التوكيل تلاقي العربيه مثلا مش موجوده او لسه هتيجي، فانت عايز تستلم بشكل اسرع فهتروح للموزع. هو ده اللي هيبقى الفرق ما بين ان انت تاخدها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. انما في النهايه السعر هو اللي هيحدده التوكيل، هو اللي هيكون موجود فيه اي حته هتجيب منها العربيه. دي حاجه. خلاص، الحاجه الثانيه او الفايده الاكبر ان هنا هيبقى في موضوع الفلوس اللي كان بيدفع بزياده دي، الاوفر برايس اللي هو كان بيوصل في بعض الاحيان في عربيات ل 100 و200 الف جنيه. الارقام دي دلوقتي مش هتكون موجوده، فهنا بقى الدوله تبتدي تستفيد من الفلوس دي. النهارده انت لو بتبيع مثلا 1000 عربيه في 100,000 جنيه، فانت عندك 1,000,000 جنيه. يعني عندك ارقام، يعني عندك ارقام. فانت الفروقات دي هتخش بقى البنك، يبقى فيه استثمارات. هنا بقى اسعار العمله هتبتدي تظبط، لان انت هتشتري السلعه بثمنها الحقيقي مش باعلى من ثمنها الحقيقي. فالموضوع هنا هيختلف كتير جدا. موضوع
ثبات سعر الصرف، ويعني المواضيع دي كلها هتتغير. يعني القرار ده مش قرار بس للمستهلك كده ان هو هيشتري عربية وخلاص، لا ده قرار كبير جدا، القرار ده كبير جدا وهيودي الـ يعني السوق السيارات في حتة تانية خالص. مش عايز اطول في الكلام في الحتة دي، هو مبدئيا خلاص ادينا عرفنا القرار وعرفنا الدنيا ماشية فيه ازاي. القرار التاني وده لسه ما حدش اتكلم عنه خالص، هو العمر الافتراضي لاي سلعة. العمر الافتراضي لاي سلعة، يعني النهاردة انت حضرتك بتقول ان العربية دي ثمنها كتوكيل، بتقول العربية دي ثمنها 300,000 جنيه وعمرها الافتراضي 5 سنين. خلاص؟ في سلعة او في عربية نفس الكاتيجوري سعرها 320,000 جنيه لكن عمرها الافتراضي 7 سنين. فانت هنا هتقارن بقى القيمة مقابل السعر، العربية دي قيمتها وضمانها وعمرها الافتراضي يعني اعلى من العربية دي والفرق 20,000، لا يبقى انت تروح للعربية اللي سعرها 320,000 جنيه. العربية صيني المفروض ان عمرها الافتراضي مثلا 2 سنين وسعرها 200,000 جنيه، طب هل تشتري العربية الصيني بقى اللي عمرها الافتراضي 2 سنين دي او 3 سنين مثلا، وفي زيها قريب من سعرها عربية تانية اوروبي عمر الافتراضي بتاعها 7 سنين؟ هي هنا بقى اللعبة، هنا بقى هتلاقي ان مفيش حد هيجيب او مفيش توكيل هيجيب عربية عمر الافتراضي بتاعها او سكند او سير، يعني عربية درجة تالتة ولا درجة تانية ويبيعها لك، لان انت خلاص هتبقى بتبيع السلعة بسعرها الاصلي وبعمرها الافتراضي اللي انت تضمنه كتوكيل. فالموضوع بقى كبير، الموضوع ما بقاش سهل. يعني انت النهاردة هتبقى بتديني العربية وبتقول لي ان العربية دي عمرها الافتراضي العمر الافتراضي بتاعها كذا اللي انت بتضمنه، بعد العمر الافتراضي ده انت حضرتك بقى حر بقى تصين في الشارع ترمي العربية براحتك. المهم ان انت النهاردة تقدر تحكم على قيمة العربية دي بسعر ثابت وبعمر افتراضي مثبت من التوكيل وكيل العربية. فتقدر لما تيجي تشتري عربية وتقارن هتقدر تعرف ازاي تقارن ما بين العربيات وما بين بعضها. ما بقاش في حاجة اسمها بقى دي عربية صيني فانا مش عارف هتقعد معايا قد ايه، لا ده وكيل العربية هو اللي هيقول لك العربية دي هتقعد مع سيادتك قد ايه، والوكيل بيضمن الكلام ده عشان اي تغيير في الكلام ده الوكيل هو اللي هيدفع ثمنه. الموضوع ما بقاش سهل وما بقاش بسيط. طبعا القرارات دي او القرارين دول مهمين جدا 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 مع القرار السيادي اللي كان اصدره رئيس الجمهورية بتطبيق الجودة او نقاط الجودة اللي العربيات او السلع هتعدي عليها، نقاط الجودة الاوروبية السلع هتعدي عليها قبل ما تخش. يعني ما يبقاش في عندك عربية مثلا جاية من الصين او جاية من اي حتة فيها مثلا ما فيهاش ايرباكس، لا لازم العربية يكون فيها المينيمم ريكويرمنت بتاعت الريكويرمنت الأوروبية أو اسمها إيه الجودة أو نقاط الجودة الأوروبية. يعني لازم تبقى فاهم إن العربية لو مش هتعدي المينيمم ريكويرمنت بتاعت الجودة الأوروبية فأنت العربية دي مش هتخش. فأنت عندك القعدة أو الجلسة دي طلع منها قرارات كويسة جدا وهيتطبق الكلام ده كله ابتداء من اول الشهر. خلاص احنا من اول الشهر مفيش حاجة تاني اسمها عربيات نص لبة، مفيش حاجة اسمها اوفر برايس، مفيش حاجة اسمها عربية انا مش عارف هتقعد معايا قد ايه، مفيش حاجة اسمها عربيتك يا باشا دي انت بوظتها وانا ماليش دعوة، مفيش الكلام ده. حماية المستهلك دلوقتي في ظهرك الى النهاية، في ظهرك الى النهاية. قرارات اللي طلعت دي بتحمي كل الناس اللي دفعت ثمن العربية او نص ثمن العربية في حجز من عدة اشهر وجم دلوقتي عشان يستلموا والتوكيلات قالت لهم لا هسلمكم بالسعر الجديد، كل ده خلاص يا فندم مش موجود. تقدر حضرتك بالايصال بتاعك بتاع الفلوس اللي حضرتك دفعتها تعمل محضر في حماية المستهلك، تاني يوم حقك راجع، موضوع منتهي. رحت في اي وقت لقيت سعر العربية غير السعر اللي موجود في التوكيل محضر في حماية المستهلك، تاني يوم حقك راجع، تاني يوم حقك راجع. اي عربية هتخش البلد ابتداء من شهر ابريل لو كانت دون المواصفات الاوروبية مش هيسمح لها بالدخول نهائيا. احنا يعني بجد بجد
وصلنا لمرحلة كويسة جدا بعد الضغط على أجهزة الأجهزة الرقابية للدولة. ضغط مين بقى؟ ضغط العملاء المحترمين، ضغط زملائي اللي شغالين في الميديا وأنا معاكم. الضغط بتاعنا ده جاب نتيجة، يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي. بس عايزين برضو دايما نتكاتف في اي مشكلة تحصل او اي حاجة بنشوفها غلط، لازم نتكاتف ونضغط لغاية ما نعدل الكلام ده، لان خلاص دلوقتي في ناس بتسمعنا وفي ناس بتعدل الكلام وبتعدل القوانين. الموضوع بتاع ذوي الهمم انا كنت اتكلمت فيه قبل كده، القرار اتعدل بتاع ان لازم صاحب الجواب يكون موجود في العربية، القرار ده اتعدل خلاص. كل الدرجة الأولى، كل أقارب ذوي الهمم من الدرجة الأولى يقدروا يسوقوا العربية من غير ما يكون معاهم صاحب الجواب في العربية. دي كده ملخص سريع. أنا اللي طالبه منكم بقى لو في أي قرارات أو في أي حاجات أنتم محتاجينها تتعدل في أي قرار من القرارات في الفترة اللي فاتت، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. خلاص احنا دلوقتي كل الأمنيات متاحة، ودي حاجة يعني بسطاني جدا. يا رب ان شاء الله تكون فتحة خير على دخول رمضان كده، وان شاء الله يعني كلنا يعني يكون رمضان وشه حلو علينا جميعا. اي حضراتكم، اي حضراتكم، بصوا انا مش قادر حتى اتكلم من كتر اللخبطة، حضراتكم اي حاجة او اي مشكلة عند حضرتك في اي تعديلة لاي حاجة في القوانين، سواء كانت تخص السيارات او لا تخص السيارات، اكتب لي في الكومنت وانا هبعت الكلام ده كله ونعرضه تاني. والجهاز حماية المستهلك دلوقتي الحمد لله بيستقبل وبيناقش، وكمان ليه دور فعال مع التجار ومع التوكيلات ومع الموزعين، والحمد لله الدنيا الحمد لله بقت احسن من الاول، وان شاء الله لسه كمان في احسن في اللي جاي باذن الله. الناس اللي متضايقة موضوع الماتش بتاع امبارح، معلش يعني ما نعرفش الخير فين، انا نفسي اتضايقت والله وزعلت جدا، بس يعني ان شاء الله رمضان يخش علينا ويبقى فيه اخبار حلوه ان شاء الله تفرحنا جميعا بعيدا عن خساره المنتخب، ان شاء الله يبقى فيه تعويض في اللي جاي باذن الله. كل قنواتي الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك، والتيك توك شريف ياسر 7، في السوشيال انستجرام شريف ياسر اون تراك، في حاجات اكتر من اللي موجوده على اليوتيوب والفيسبوك، تابعوني دايما هناك وبرد على الخاص بس في الانستجرام لو عايزين اي طلبات او استفسارات على الخاص في الانستجرام. اشوفكم على خير، كان معاكم شريف ياسر اون تراك، وان شاء الله على اخبار جديده كويسه قريب برضه معاكم وحصريا على شريف ياسر اون تراك. السلام عليكم.